مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي باليوم الغد بإذن الله أجواء دائما مشمسة بعد انقشاع الضباب نحو السواحل خلال الصبيحة. خلال الظهيرة تتشكل سحب رعدية نحو الهضاب الوسطى ومنطقة الأوراس، تكون مرفوقة هنا ببعض الأمطار المحلية. أما بالمناطق الجنوبية الأجواء ستبقى مشمسة نحو الجنوب الشرقي ورعدية خلال الظهيرة بشمال الصحراء إلى غاية الجنوب الغربي، كما ستبقى تنشط زخات من الأمطار الرعدية نحو أقصى الجنوب منطقتي الهوغار وتاسيلي وصولا إلى الصحراء الوسطى. فيما يخص الحرارة خلال ليلة اليوم ستقارب 22 درجة بكل السواحل والمناطق الشرقية في حدود 24 درجة كان من قياس بمعسكر وغديزان، أما جنوبا 29 درجة بغردية، 24 درجة فقط بتمنراس، 28 درجة بكل من إليزي إنميناس وبشار، وترتفع إلى 32 درجة من تندوف نحو برج باشي مختار. فيما يخص حال درجة الحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد ستتراوح ما بين 31 إلى 33 درجة بسواحل، تبقى تقارب المعدل الفصلي، 37 درجة بكل الهضاب العليا، 40 درجة دائما نحو المناطق الداخلية الغربية، 41 درجة بشمال الصحراء والصورة، 38 إلى 39 درجة بتمن راس وجنات، 43 درجة بالجنوب الشرقي، 45 درجة ستكون كعلى مقياس بتندوف إلى غاية إن صلح وصولا إلى إنقزام. البحر خلال يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاضطراب نحو السواحل الوسطى والغربية، الرياح تبقى ضعيفة على العموم. هذا بالنسبة لنهار الغد. أما بالنسبة للأيام المقبلة بحول الله، إذن يوم الثلاثاء سنبقى نشهد نفس الوضعية الجوية مع درجات حرارة تبقى تقارب المعدل الفصلي، تعرف بعض التراجع محليا. أما خلال يومي الأربعاء وكذلك يوم الخميس نفس الوضعية الجوية، دائما نشاط أمطار رعدية موسمية بأقصى الجنوب، خلايا رعدية بالهضاب العليا، كما ستتشكل أيضا خلايا رعدية منعزلة هذه المرة نحو مناطق الجنوب الغربي، وتبقى درجات الحرارة مستقرة على العموم. مشاهدينا نفترق بوقت شروق الشمس الذي سيكون بحول الله على مستوى العاصمة وضواحيها ليوم الغد على الساعة 6 صباحا و10 دقائق، والغروب على الساعة 7 مساء و31 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.